مساء الخير. الحقيقة أنا يعني أشكر الأمريكا برود ميديا على تكريمي، وهي الحقيقة لحظة جميلة وملهمة. يعني أنا أعتقد أنه على مدار الثلاثين سنة اللي اشتغلتها في هذا المجال كنت أسعى إلى يعني إلى تكريس مفهوم التعايش، وأيضا تكريس مفاهيم المجتمع المدني. وما أعتقد أنه أنا الوحيد في المملكة العربية السعودية، إحنا عندنا الكثير اللي سخروا الإعلام واستخدموه في ضرب ثقافة التطرف. وأنا أؤمن الحقيقة أنه يعني جسر الشراكة بين الفنانين والإعلاميين وبين مؤسسات أمريكية كأمريكا برود ميديا ومنتجي هوليوود، ما في شك أنه هذا يسعى إلى إيجاد أعمال يعني تجعل الشعوب أكثر محبة وأكثر تواصلا. وشكرا مرة أخرى، والشكر موصول إلى عائلتي الصغيرة، زوجتي وأبنائي. Thank you.